بنقول تفتيش المساكن والأشخاص طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز لرجال الضبط القضائي. تفتيش المساكن والأشخاص إلا بإذن من السلطات المختصة، وكذلك السيارة الملاكي. يبقى المسكن وملحقات المسكن لا يجوز تفتيشها إلا بإذن من النيابة العامة. طيب، يبقى إذن ده غير حالات التلبس مش محتاجة إذن، لكن أي إجراء يخص مسكن أو شخص ده لابد من الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الشخص. طيب، هنا لما نقول بقى فيه، هو تفتيش المسكن بيجي إزاي؟ بيبقى هناك نشاط إجرامي أو جريمة داخل هذا المسكن، راجل بيتاجر في المخدرات، راجل بيتاجر في سلاح، يعني أي نشاط إجرامي داخل المسكن لا يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول هذا المكان لضبط هذه الجريمة دون الحصول على إذن من النيابة العامة. مستحيل، مقدرش. يبقى إذن إيه؟ يبقى دلوقتي الإجراء بالنسبة للمساكن والأشخاص ده أي إجراء بالنسبة له لازم إذن من النيابة العامة. طب الإذن ده يجي إزاي؟ الإذن ده يجي إزاي؟ الإذن ده بيجي عن طريق علم السلطات المختصة اللي هم مأمور الضبط القضائي أو أي جهة لها سلطة الضبط القضائي بوجود جريمة داخل المسكن. مش مجرد مأمور الضبط القضائي ما يعرف ان في جريمة داخل المسكن يروح ياخد قوة، يروح يخبط ويكسر الخش ويضبط، لا، الكلام ده ممنوع. لازم يستأذن سلطة التحقيق، واستئذان سلطة التحقيق له إجراء اللي هو التحريات. الأول عايزين نعرف يعني إيه معنى التحريات؟ إيه تعريف التحريات؟ مين منوط بيه إجراء التحريات؟ لأن التحريات دي هي الإجراء المبدئي في الدعوة. إن صح الإجراء ترتب عليه صحة جميع الإجراءات اللاحقة والمترتبة عليه. يبقى إذن هذا الإجراء القانون أحاطه بضمانات، لأن كل الإجراءات اللي تالي التحريات فهي مترتبة عليه، وإذا صحت التحريات صحت كل الإجراءات المترتبة عليه من ضبط وتفتيش ومعاينة. كل الإجراءات اللي بتتم بعد كده فده أساسها التحريات. ولذلك احنا لما بنيجي نترافع بنقول ايه؟ التحريات هي الإجراء المبدئي في الدعوة، هي وليد الدعوة. إن صحت صحت كل الإجراءات المرتبة عليه. طب التحريات دي تعريفها ايه بقى؟ تعريف طبقا للقانون، هي إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي بشأن ارتكاب شخص ما جريمة تحقق وقوعها بالفعل خلال مدة محددة يتخللها مراقبة شخصية من جانب مأمور الضبط القضائي القائم بالتحريات. تاني تحريات
بقول بالراحه عشان نكتب، فهو بقول بالراحه خالص. التحريات اجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي بشأن ارتكاب شخص ما جريمة تحقق وقوعها بالفعل لمدة في مدة محددة يتخللها مراقبة شخصية من جانب مأمور الضبط القضائي القائم بالتحريات. دي التحريات.